سجلت ديالى عدة حالات اغتيال لأشخاص. ففي ناحية قرطبة عثرت القوات الأمنية على جثتين بالقرب من أحد المراقد الدينية. وفي مدينة بعقوبة نجا شاب لا يتجاوز 14 عاما من محاولة اغتيال بأسلحة يحملها مجهول على دراجة نارية على خلفية خلاف مع والد الضحية. صارت عندنا حالة اغتيال تعرض لها ابن أختي عمره 14 سنة من قبل أشخاص كانوا يركبون دراجة نارية الساعة 2 تقريبا الظهر، وأدت إلى أطلاقات نارية جت عيارات بسيقان اثنيناتهن، والثالثة تقريبا ما أدري الرابعة جنب بالباب. قام على البيت يكتبون لا يبع ولا يأجر، وقام يهدد وهدد أكثر من مرة. الخميس هدد، واليوم الساعة 2 جاء ضرب الولد طلقتين برجله وهشم رجلي. هذا الحديث اليوم اللي صار. يسود الخوف في ديالى من عودة حالات الاغتيال والتصفية من قبل خارجين عن القانون يهددون السلم المجتمعي. فبعد فترة هدوء شهدتها ديالى واستقرار أمني، تسجل هذه الخروقات التي تعتبر جنائية بحسب مختصين مطالبين بحصر السلاح بيد الدولة. المفروض اليوم الدولة تسيطر، الدولة عندها إحصائيات، الدولة عندها قوة، الدولة عندها قانون. اليوم سلطة القانون فوق كل شيء. احنا ما نرضى اليوم، ترى ما يصير أمن، ما يصير أمان إذا ما الدولة تسيطر على كل أنواع الأسلحة. يحمل رخصة حيازة وحمل للسلاح الشخصي، لكن ليس بهذه الكمية. إذا أردت أن تصنع مجتمع خالي من الجريمة عليك بحصر السلاح أولا بيد الدولة، ومن ثم إلقاء القبض على المجاميع المسلحة. وتشهد المحافظة بين فترة وأخرى بعض الخروقات الأمنية على أمل تطبيق القرارات الأخيرة من قبل الأجهزة الأمنية بالحد من الأسلحة المنفلتة وتسجيل ما يسمح به للحفاظ على الأهالي من خطر هذه الأسلحة المنتشرة. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.